تستمعون إلى عالم الكتب يأتيكم من بي بي سي عربي في لندن وعبر موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com وأصحابكم فيه عمر عبد الرازق. تتناول الدكتورة باتريسيا لورسن أستاذة التاريخ في جامعة مينيسوتا الأمريكية والمتخصصة في تاريخ شمال أفريقيا والاستعمار الفرنسي في كتابها الجديد هويات إمبريالية أو Imperial Identities Stereotyping Prejudice Race in Colonial Algeria. تتناول التقسيمات العرقية التي ساهم الاستعمار الفرنسي في ترسيخها بالمجتمع الجزائري وكيف ساهمت الخرافة الاستعمارية في انتشار التفرقة العنصرية. الزميل أحمد روابة التقى الباحثة وسألها بداية لماذا اهتم القادة العسكريون الفرنسيون بدراسة المجموعات العرقية في الجزائر قبل استعمارها. ركز قادة الحملة العسكرية الفرنسية في الجزائر على دراسة المجموعات العرقية المختلفة لأنهم كانوا يريدون التأكد من إمكانية احتلال البلاد. وكما نعلم فإن مقاومة الجزائر كانت شديدة فاستغرقت الحملة العسكرية 27 عاما كاملة وحتى بعد 27 عاما لم تبسط فرنسا سيطرتها التامة. فقد اندلعت ثورات شعبية كبيرة متتالية بداية من 1870 وبعدها. لماذا قرر المستعمر الفرنسي الاهتمام بهذه المجموعة العرقية في بلاد القبائل تحديدا دون غيرها؟ الواقع أنهم التفتوا للعرب أيضا وحاولوا دراسة مجتمعاتهم، ولكنهم وجدوا أن العرب يعيشون حياة الرحل وطريقة حياتهم تطرح مشاكل بالنسبة لمن يريد احتلالهم. فهم اليوم موجودون في مكان وبعدها تجدهم انتقلوا إلى مكان آخر، بخلاف القبائل الذين يعيشون في المجتمعات المستقرة يمكن دراستها. وتبين لهم أن طريقة القبائل في إدارة شؤونهم العامة تختلف عن طريقة العرب الرحل، ورأوا أن مجتمع جماعاتهم أكثر ديمقراطية، لذلك قرروا إمكانية تحويلهم إلى فرنسيين في إطار ما كانوا يسمونه مهمة إدخال الشعوب المستعمرة إلى الحضارة. والواقع أن ذلك كان مجرد وهم إذ لم ينجحوا في هذه المهمة. هل ساهمت هذه السياسة في ترسيخ فكرة أن مجموعة عرقية معينة في الجزائر أرقى من غيرها من المجموعات؟ Yes, they did. Certainly, the military. نعم، من المؤكد أن الجيش الفرنسي ساهم في ترسيخ هذه الفكرة. لقد كان قادة الجيش يهتمون أكثر بالقبائل، خاصة في فترة الحملات العسكرية الأولى. كما نعلم أن الجيش الفرنسي وقتها كان جيشا ثوريا، يختلف عن الجيوش الكلاسيكية. فقادته يحملون أفكارا ثورية من بينها الديمقراطية والعلمانية. وقد سعى الجيش الفرنسي إلى فرض هذه الأفكار في الجزائر، لكنه اصطدم بمشكلة أن أغلبية المعمرين لم يأتوا من فرنسا وإنما من بلدان أوروبية أخرى من بينها إسبانيا، وهؤلاء المعمرون كاثوليك متمسكون بدينهم ولهم موقف خاص من الإسلام. ماذا كان دور المبشرين الذين رافقوا الحملة الاستعمارية الفرنسية على الجزائر؟ وكيف كانت منهجيتهم؟ من بين الأفكار التي حملها المبشرون في الجزائر هو اعتقادهم بأن القبائل كانوا في وقت من الأوقات مسيحيين، واعتبروا أشكال الوشم على وجوه النساء مثلا رمزا من رموز المسيحية التي في أعماقهم، فكانوا يسعون إلى تنصير القبائل بكل الوسائل. لكنهم فشلوا في مهمتهم ولم ينجحوا في التنصير إلا مع الأيتام الذين أخذهم الآباء البيض لتنشئتهم على المسيحية. فالمشكل مع الفرنسيين أن الثقافة الإسلامية قوية جدا وكذلك هي الثقافة الفرنسية، فوقع الصدام هنا. وما فعله العرب والقبائل على حد سواء تجاه محاولات التنصير الفرنسية هو الانكفاء على إسلامهم والتشبث به، لأنهم لم يكونوا يريدون أن يصبحوا مسيحيين. كيف لجأ لافيجري وهو رجل دين إلى تقسيم المجتمع الجزائري على أساس عرقي، معتقدا أن عرقا معينا أكثر قابلية للتنصير؟ وجد لافيجري أن القبائل يمارسون طقوسهم الإسلامية بطريقة خاصة، وهو ما جعله يعتقد أنهم أقل تمسكا بالإسلام من العرب، فقد فشل في مهمته كما قلنا إلا مع الأيتام. فالأباء البيض حققوا نجاحا في أفريقيا باستثناء الجزائر. But it was originally started in Algeria. Yes. من أين جاء هذا التقسيم والمفاضلة بين مجموعة عرقية وأخرى؟
هل هو اختراع فرنسي أم كان موجودا من قبل؟ Well, it's a myth because the French say that إنها خرافة لأن الفرنسيين يقولون أن القبائل إيجابيون والعرب سلبيون. هناك بطبيعة الحال اختلافات ثقافية ولغوية وعرقية. وقد تحدث عنها ابن خلدون في كتابه عن البربر، لكن ما فعله الفرنسيون هو نشر فكرة أن القبائل أفضل من العرب. هذه خرافة، لم يقولوا يختلفون عن العرب وإنما قالوا أفضل منهم. ولكن لماذا روجوا لهذه الفكرة أصلا؟ أولاً لأنهم اعتقدوا أنهم أكثر قابلية للتنصير وأكثر تقبلاً للأفكار التي يحملونها مثل الديمقراطية والعلمانية نظراً لتنظيمهم الاجتماعي الخاص. واستمرت هذه المحاولات بشكل منهجي حتى وصول المدنيين للسلطة، والمدنيون لم يكونوا مهتمين بهذه القضية مطلقاً. كل ما كان يهمهم هو السيطرة والسلطة، والجميع بالنسبة لهم سواء في الطبقة السفلى. إذا لم يكن المدنيون يهتمون بفكرة العرقية، فلماذا استمرت الفكرة في فترة حكمهم؟ I mean the myth was there. You know, the Kabyles are better than the Arabs. And I mean you'll get لأن الخرافة كانت قد ترسخت بين القبائل أفضل من العرب، وتعمقت الفكرة أيضا وانتشرت في الأعمال الأدبية والروايات التي كان يكتبها المعمرون. فالمسلم الأصلح بالنسبة لهم هو القبائلي، فهو المتحضر والمنفتح. لكن المعمرين لم يقولوا سنعلم القبائل لأنهم سيساعدوننا، عندما كانوا يريدون السيطرة على الجميع. Go on with educating the Kabyles because they're going to help us. They don't do that. They want to run everything. هل دعمت الدراسات العلمية التي نشرت عن المجتمع الجزائري هذه الأفكار ورسختها؟ Well, I don't think that they set out to perpetuate the myth. I mean, people like Hanatou. لا أعتقد أن هدف الدراسات العلمية كان ترسيخ هذه الخرافة. فالدراسات كانت مهتمة بالإثنوغرافيا. ولكن عندما يقرأوا العامة مثل هذه الملاحظات يفسرونها على أهوائهم ويستعملها السياسيون لتحقيق أغراضهم. When intellectuals write something, it can be used politically by somebody else. الباحثة باتريسيا لورسل متحدثة إلى أحمد روابة عن كتابها هويات استعمارية. وبها نأتي لنهاية حلقة هذا الأسبوع من عالم الكتب. في الأسبوع المقبل لقاء جديد. وحتى ذلك الحين يمكنكم متابعتنا على صفحة BBC عربي في موقع فيسبوك أو بالكتابة إلينا على عنواننا كتب kutub@bbc.co.uk. تحية لكم مني أنا عمر عبد الرازق، وإلى اللقاء.